مرحبا. نبدا كواليس هذا الاسبوع مع اغنيه انا وبس او وبطير. فبعد الكثير من الاخذ والرد ما بين الفنان اللبناني زياد برجي والفنانه اللبنانيه اليسا عن الاغنيه اللي صدر حكم سابق بحقوق اليسا كامله لها وعدم استخدام برجي للاغنيه وكمان حذفها من قناته باليوتيوب، تقدم الفنان زياد برجي باستئناف وصدر قرار قضائي عن محكمه الاستئناف هذا الاسبوع كرس حق الفنان زياد برجي باداء ونشر اغنيه بطير بعد أن قضت بوقف قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن واللي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقاً. كبير يثير مسلسل ليلى بجزءه الثالث واللي تلعب بطولته نيلي كريم بمشاركة صلاح عبد الله نادين وفنانين ثانيين. وبعيدا عن موضوع العمل ومدى الرضا الجماهيري والنقد عليه، تميز المسلسل بتقديم مجموعة من الممثلين الجدد أبرزهم معتز هشام اللي يلعب دور ابن نيلي كريم في المسلسل واللي تدور حول علاقته فيها كل أحداث العمل. كاميرا كواليس التقت بمعتز هشام ورجعنا لكم بهذا الحوار. في البداية هم شركة الإنتاج كلموني وقالوا لي معتز أنا بعت لك ورق وعايزينك تيجي تقعد مع أستاذة نادين خان، فبعتوا لي الورق قريته وطبعا عجبني جدا 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 ورحت قعدت مع أستاذة نادين واتكلمنا في الدور وشرحت لي وجهة نظرها وأنا شرحت لها وجهة نظري في الدور إيه. يعني الناس شافت يعني طبعا إيه الدور إيه وكده، فأنا بعمل دور ياسين وهو ياسين زي ما شفت هو ولد بيحب أمه جدا وحبه الزيادة ليها وهي عطاءها الزيادة لي خلاه بجزء ما يتطاول عليها، فده مش صح خالص طبعا وده اللي الناس اتكلمت عليه يعني طول الوقت. كل الستات بتشتمني بجد مش مبسوطين خالص بالموضوع، مع جانب ناس كتير قوي بتكلم قد ايه عرفت اوصل ده. يعني في طبعا ادوار كتير يعني زي ياسين دلوقتي اللي بيتعرض ان شاء الله قريب فيلم سكر، ما يتعرض ناس تتكلم كويس عنه، وقبل كده بقى في كذا حاجه طبعا. يعني وجه جديد آخر قد يكون أصغر ممثل حاليا في الدراما السعودية وهو الطفل رائد العسيري اللي كان أحد أبطال جريمة قلب للنجمة إلهام علي واللي لفت الأنظار ولاقى دوره الكثير من التفاعل. التقينا برائد كمان وسألنا عن هذه التجربة. والله اختاروني، سويت تجارب أداء واختاروني من كمية هائلة من الأولاد لأنه شاف فيني موهبة، وهو قال لي أنه أنا شفت فيك موهبة مرة حلوة وحاب أقدم له شكر. المخرج ها كان والله في تعليقات مرة كثير وأهمها التعليقات من الممثلين نفسهم، وإلهام علي قالت لي بنفسها أنه أنت مخرجنا للمستقبل، وكمان شاهد شكروني وقالوا أنت يعني الممثل المستقبلي. ضجة كبيرة يثيرها الجمهور مع كل صور جديدة تنشرها النجمات خاصة الكبار. نجمة كرم ونادي الجندي كانوا آخر ضحايا مواقع التواصل والسبب انتقادات ركزت على كثرة استخدام برامج التعديل على هذه الصور واللي تظهرهم بشكل جدا مختلف عن الفيديوهات. ملف شغل الجمهور والصحافة مؤخرا يستحق النقاش. سواء كانت هي جلسة التصوير فيها فوتوشوب، عمليات تجميل إلى آخره، هو مطرح نقد، وإذا ما كان هذا الشيء برضه هو مطرح نقد. أنا بشوف من وجهة نظري إنه الفنان لما بيهتم بإطلالته أمام جمهوره سواء بفوتوشوب أو غير فوتوشوب، مبالغة في عمليات تجميل إلى آخره، أنا بشوف إنه هذا جزء من احترام الفنان لجمهوره إنه هو يظهر له بأفضل صورة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.